كابتن محمد عبد الجليل، مساء الورد. مساء الفل يا استاذنا، ازيك حبيبي؟ وحشني. وانت كمان والله، انا قاعد مستمتع بيك والله. سايبني في المعمعة كده. الدوري لا الدوري رجع. الدوري حلو، هيبتدي يحلو والله. لا، ما هو الدوري، ما هو حلو، عامل زي المشمش، اول ما بيطلع بعد كده بنزهق منه. بيبقى تعرف المشمش اول ما يطلع تجري تشتري كرتونة ولا 5 كيلو وتاكله، ايه، وتبقى محدق بس تاكله عشان مش طلع. بعد ايوه، كده خلاص بقى بتبص عليه زي الطماطم. وبتقول بعد كده في المشمش. فاحنا الغربال اللي علقه ماشي، انما بجد واضح انه التدعيمات بتاعت كل الانديه السنه دي هتخلي الدوري حلو. يعني انت ما تقدرش تقول مين يكسب مين. انا معاك، في تدعيمات قويه وفي تدعيمات وهميه. حلو ده. لا دي حقيقة. أنا النهاردة استمتعت بسيراميكا، أشفقت على المصري جامد. إيهاب جلال متأثر لسه. ما أنا مستغرب المصري. أنا قلت يا كابتن قبل ما حضرتك تدخل قيادة إدارية على أعلى مستوى دلوقتي، الكابتن الحاج الأستاذ كمال أبو علي بالمجموعة اللي معاه، قيادة فنية عالية جدا، كابتن إيهاب جلال طبعا مدير فني عظيم بالمجموعة اللي معاه، تدعيمات فنية، لاعبين من كل حتة قوية جدا، أداء في الملعب بقى ملوش علاقة بكل ده. لا، التدعيمات بتاعت المصري مش قويه زي بقيه الفرق. التدعيم القوي الوحيد عبد الرحيم درموم، اللي كان الاهلي عايز يجيبه بتاع وفاق الصيف. حته لعيبه محمد الولد ده حاجه محترمه، بس هي التدعيمات كلها باتفاق مع المدير الفني، الجهاز الفني اللي طالب. للاسف. لا للاسف، يعني اقصد ان هي ماشيه مع مفترض الخطه الفنيه بتاعتك وافكارك، هي مع بالاتفاق مع وكيل المدرب مش المدرب. ما هو الوكيل، حتى لو الوكيل، ما هو الوكيل اللي بينسق مع كابتن ايهاب اكيد، مش كده يعني؟ وما ده هو مش بينسق، ده هو اللي بيتفق على كل حاجه. الوكيل ده جايب حوالي 4 5 لعيبه. لا، مش ما ينفعوش النادي المصري دلوقتي. النادي المصري انا قلت هيعمل طفره. الصفقات القوية اللي فعلا أدت في الملعب سيراميكا. شفت ميدو جابر رجع يتألق تاني، ولو فضل بمستواه كده لازم يروح منتخب. لعيب كبير. شفت أحمد ياسر ريان اللي أنا زعلان جدا 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 بالمستوى ده، زي ما كانش يرضى في النادي الأهلي. شفت إيبوكا اللي استخسروا فيه الفلوس، كان لازم يدفع فيه أي مبلغ. وحش. لا، فيرويد، عارف انت لما تقول انا معايا فيرويد، مش اشباه فراوده، لا فيرويد تمام. شفت محمد ابراهيم، شوف، لا فرقه، شفت فرقه تقيله ازاي. لا وشفت احمد ثاني، اصل المدرب الكويس يا كابتن ايه ربطهم ازاي الرابطه دي بقى، هي ده المدرب. احمد بيعرف ازاي يجيب لعيبه، يعرف يجيب اللعيبه اللي بتسيبه. يعني انت لو بصيت على كناريا ورجب نبيل و بيكام، كل دول وشكر الباك ليفت، ازاي ده ما كانش يقدر في النادي الاهلي؟ مش اسماء كتير. هي مش اسماء بقدر ما هو انت جايب لعيب يفيدك ازاي في الحته دي. انا بقول لك احمد بيعرف يجيب لعيبه تنفذ اللي هو عايزه، وهو ما اداش سموحه سنتين كده هباء. مظبوط. ويحسب برضه لسيراميكا في الاداره ان هم صبروا عليه في اخر السنه اللي فاتت، كانت نتائجه متراجعه لكن كانوا واثقين فيه الحقيقه. انا بحيي الادارات الفاهمه، الاداره اللي فاهمه واثقه في مدربها واثقه في دماغه، بتنجحه وحققوا له طلباته وهو حقق لهم. هو مع الانطلاقه، مش عايز اعمم لانه لسه بدري طبعا، بس مع الانطلاقه بتقول كده. لا الشكل بيقول كده، ان في ترتيب، في انسجام، في اداء حلو، في دفاعيا كويس، هجوميا كويس يا استاذنا. وبعدين يا كابتن محمد، ارجع للمصري، لا المصري الديفنس بتاعه بعيد خالص. لا ما المصري النهارده بعيد في كله، يعني ما فيش انسجام، خطوط متباعده، دفاع غريب، شك، ما فيش شكل. يعني بعدين اللي قاعد بره كان احسن لعيب السنه اللي فاتت، الياس الجلاسي، معرفش ممكن يكون غريب برضو. غريب. لا ممكن ما يكونش جاهز لسه اول ماتش، انما ده من اللعيبه اللي ما تقعدش. عمرو موسى ده من اللعيبه الاساسيه. مظبوط. شفت النهارده احمد الشيخ وزنه تقيل، يقتل شويه وزنه زايد. في صفقات لازم يعيد حسابه فيها ايهاب. بس احمد الشيخ معاهم السنه اللي فاتت، يعني مش صفقه جديده، معاهم السنه اللي فاتت. وايهاب بيعرف يديله، بس لازم احمد الشيخ. ده احمد الشيخ ده خد بالك، كان لما راح الاهلي ورجع مقصه الكابتن ايهاب جلال، كان هداف الدوري، خلاه هداف دوري. انت كنت في المقصه عارف. طبعا. وميدو جابر واللعيبه دي كلها.
بالظبط. هو ايهاب بيعرف يلعب اللعيبه دي، بس ايهاب معرفش بعد المنتخب حاسس ان هو لسه متاثر بموضوع ماتش اثيوبيا. يعني انت انطلاقه مش عاجباك للمصر؟ لا لا خالص. اه لسه بدري، لكن انطلاقه مش عاجباك، محتاجه يعني محتاجه انه الكابتن ايهاب سريعا يعيد حساباته، يعيد الحسابات دي كلها. وهو طبعا عنده القدره دي. عنده القدره دي طبعا. طيب اما مباراه كابتن البنك الاهلي وفاركو، انا اتفرجت عليها كلها. البنك الاهلي هيبقى فرقه جامده السنه دي، فرقه جامده جدا، وهيعانوا لو اللعيبه ما ركزتش، لو خالد جلال ما قرصش عليه بشويه، لان كان لازم يخلصوا الماتش 2-3. انما ادوا المساحه لفاركو. خد بالك دي كانت من ضمن مشاكلهم السنه اللي فاتت. بالظبط. ان اليوم ماتشات كانت ممكن يخلصوها تعادلوا فيها او خسروها برضه بسبب كده. برافو عليك يا محمد، برافو عليك. انا تابعتهم كتير، مظبوط. وهم عندهم لعيبه جامده جدا يا كابتن، جدا. فرقه كوره، فرقه كوره. النهارده محمد هلال ما حسيتش بيه، يعني محمد هلال ده لعيب كبير. محمد هلال ده يا كابتن يعني كل يعني اللي متابع هلال كويس، ده منتخب مصر المفروض. لو هو لو الراجل لو مركز محمد هلال مكان منتخب مصر على كل الفرق في البلاد، ولكن انا بقول اللي انا شايفه بالانطلاقات. صرت حد السكندري برضه فرقه حلوه، يعني فرقه لحد ما واقفه على رجليها يعني. بس برضه يا استاذ محمد ادي اسوان حقها بامانه. اسوان فريق طموح طبعا، اسوان جدا، وجايب عناصر مش وحشه والله. جايب عناصر. حتى ربيع النهارده عمل مباراه كبيره دفاعيا وهجوميا. هو الخبرات بتاع الاتحاد زي ما انت قلت، يطلع وسط ناموس وينزل. لا بس بقول لك ايه يا كابتن، الاتحاد فرقه قويه جدا. لا 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 لا، فرقه كوره. انا يا كابتن كورة. المهدي سليمان جول، هشام صلاح باك رايت، هشام صلاح صابر رحيل باك ليفت، محمود علاء سيرد باك، كان جنبي اسمه صبحي، خالد صبحي اعتقد اللي لعب النهارده ولا مين مش فاكر، اللي لعب جنبيه واحد اسمه خالد فعلا. نص الملعب عندك، نص الملعب مروان عطيه، مروان عطيه لعب تقيل جدا، لعب ابراهيم حسن، ابراهيم الخط القداماني حلو قوي. وميسي واوستن اوموتو، وسامبوري ده موجود، الولد كمان الافريقي الثاني ده لعيب تقيل قوي في نص الملعب. كان بيلعب مورو، سليفو مورو، اللي هو سليفو مورو ده برضه لعيب تقيل جدا. ففرقه اسمائها حتى لعيبه تقيله، فرقه حلوه بصراحه يعني. بس برضه اسوان مش هتبقى لقمه سهله للفرق يعني. اسوان مع التجانس هي مش هتبقى لقمه سهله يا كابتن، لو قدروا ان هم يجيبوا عدد من النقاط الى حد ما جيد في اول خمس ست ماتشات الدور الاول، يديهم ثقه. لكن لو لعبوا قدوا حتى وخسروا ماتش في 2-3 و4، انت عارف طبعا الاحباط حتى هتكر للاسف. هي فرقه نتمنى طبعا نادي اسوان نادي عظيم يعني.